قبل أن يهدأ غضب تركيا بسبب إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ما يوصف بالإبادة الجماعية لأرمن الأناضول عام 1915 على أيدي العثمانيين، فجر البرلمان السويدي هذا الغضب من جديد بالاعتراف بالقضية ذاتها. ردود فعل سريعة وغاضبة تشهدها أنقرة إزاء قرار البرلمان السويدي الاعتراف بما يسمى بالإبادة الأرمينية على أيدي الأتراك قبل 95 عاما. الخارجية التركية استدعت سفيرها في ستوكهولم للتشاور، ورئيس الحكومة رجب طيب إردوغان الذي أكد أن القرار السويدي سيؤثر سلبا على تطبيع علاقات بلاده مع أرمينيا ألغى زيارته إلى السويد والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل. إن استخدام مسألة تخص التاريخ والمؤرخين من قبل بعض الدول هنا وهناك كتهديد يضعونه أمام تركيا أراه أمرا غير عادل وغير منصف وغير مفهوم أبدا. الحكومة السويدية وعلى لسان سفيرها في أنقرة سارعت إلى تأكيد استمرار دعمها لتركيا في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن اعتراف البرلمان السويدي بما يسمى بالإبادة الأرمينية لن يؤثر على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين. ما حدث بالأمس في البرلمان السويدي لن يغير سياسة الحكومة السويدية. هذه الحكومة ترى أن الأحداث التاريخية التي تحدث هنا أو هناك أو في بلادنا لا يجب تسييسها. لكن وعلى الرغم من محاولة الحكومة السويدية التقليل من أهمية قرار البرلمان السويدي، فإن المراقبين يرون أن علاقات البلدين التي توصف بأنها متينة ستتأثر. فالقرار السويدي لم يقتصر على ما يوصف بالإبادة ضد الأرمن فقط، ولكنه أشار إلى إبادة تعرضت لها قوميات أخرى على يد الجيش العثماني كانت تعيش في منطقة الأناضول كالكلدانيين والآشوريين والسريان والبنطس الرومانيين. يرى الساسة الأتراك أن قرار البرلمان السويدي تأثر بقرار مماثل من قبل لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة، وهو ما يزيد المخاوف التركية من نتيجة القراءة الثانية لمشروع قرار شبيه سيناقشه مجلس العموم البريطاني نهاية شهر نيسان إبريل المقبل. عبد الناصر سنجي، بي بي سي، اسطنبول.